السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك شيخ؟ لاباس معك. مؤسسة الجزائر المتحدة الخيرية، تنشط في المجال الصحي الاجتماعي، واليوم جيت من دار الله ان شاء الله كاش ما تقدروا تقدموا لنا اعانات. بيان سور، تفضل. دونك لو بوت تاعنا في ليفانمون هذا جوستومون سي باش نعاونوا كامل الناس، ومام بونسي ان بارتاج دانفورماسيون، دونك اوني لا فور ديسبوزيسيون. مرحبا بكم في اي وقت. ربي يبارك فيك. الله يحفظك. على الشيخ بن عطية، الأمين العام لمؤسسة الجزائر المتحدة الخيرية. رانا حاضرين اليوم في المعرض الدولي للرعاية الصحية بالقصر، المؤتمرات الدولي، ممثلين لمؤسسة الجزائر المتحدة الخيرية. مؤسستنا يعني تنشط في عديد المجالات، من أهمها المجال الصحي اللي رانا اليوم نمثله. عندنا عدة مشاريع تخص هذا المجال، من بينها سيارة الإسعاف الخيرية، من بينها كذلك دار المتحدة لرعاية مرضى السرطان، بالإضافة إلى خدمات العتاد الطبي والصيدلية الخيرية. لعل أهم المشروع اللي رانا نركز عليه اليوم في هذا المعرض هو دار المتحدة لرعاية مرضى السرطان، واللي هي عبارة عن دار صدقة جارية قدمت بها سيدة فاضلة، وسهرت المؤسسة على تشييدها وإكمال بنائها وتجهيزها لفائدة مرضى السرطان القادمين من خارج الجزائر العاصمة. هنا مشاريع أخرى مع لجان أخرى، لجنة الأوقاف والصدقة الجارية، اللي رانا دايرين مشروع تاع الدول المتحدة لرعاية مرضى السرطان. هذا نستقبلوا فيه مرضى السرطان اللي يجوا من ولايات أخرى باش يعالجوا هنا في العاصمة. نقدموا لهم المأكل، المشرب، الفحوصات تاعهم الطبية، سكانر، إي إل إم، تحاليل، كل حاجة من عندنا مجانا، حتى النقل للمستشفيات ولا للابو ولا للسوق الديماجري من عندنا. شركتنا مستعدة إن شاء الله تعاونكم وتكون يعني تتعامل مع جمعيات يعني وتكون ذو مصداقية وتقدم خدمات راقية للمجتمع. حضورنا في المعرض يدخل ضمن التعريف بهذا المشروع الخيري الإنساني، بالهدف من هذا التعريف أنه يعني يكون التفاف كبير من المعنيين بهذه الفئة، وكذلك من طرف المحسنين سواء أفراد أو شركات أو مؤسسات، حتى يلتفوا حول هذا المشروع ويكون مشروع دائم مستمر ذو أثر بعيد، ولما لا تكون كذلك توسيع لهذا المشروع بإنشاء دور أخرى.